ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. عامل ايه بقى؟ اختار مش همسكها كده واشمها؟ لا امال ايه؟ هتختار تقولي واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة واربعة؟ بنبدا من الناحية ما شفتش وانت وحظك. ما انت ما قلتيش الورقة كام واحد دي فين؟ وانا هقول لك في ايه؟ وانا مغمياك ليه؟ ما عشان ابقى عارف. يلا يا بابا عشان صح. مش فاضي. يلا لا والله انا بحب وانا بحب الارقام الفرديه. ايوه لا 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 ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عودناكم نبدا حلقتنا بالصلاه والسلام على رسول الله. والنهارده التحدي نار ما بين ام مصطفى وما بين ابو مصطفى حاج كابوريا وجوز ال الارانب جوز الغفلان. ودي ده طبعا عاملين لنا مشكله بس كاننا مش شايفين. ان شاء الله مش اللي نعرف نقدم لكم محتوى جميل محتوى لذيذ. النهارده التحدي تذوق الاطعمه. يعني ايه؟ عندنا ثلاث انواع عصير ونوعين خمس انواع عصير وعصير حليب تمام ميكسات كده. والعقاب النهارده موت 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 مره. ياخد العقاب. ارحب بالغوالي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. انا عايز اسالك كل جديد معاله الحاج الجبر مش هتقدر تغمض عينيك ودوس على الجرس. سلام على حبيب قلبك يا بيبي. وفي غيري يلا مره كريم. لا استنى عشان ما نشوفش. هتشيل النضاره؟ سيب ما هيتغمق ولا هيتغمق وهيدوق المشروب اللي هيتحط له تمام. لو عرف يميز نوع المشروب انا ما مش شايف تماما يعني بفضل الله تعالى. بس يعني هو واحد كوبايه باللبن وواحده اللي يعني غير لبن تمام. الصوت يبقى عالي بس شويه عشان يبقى سامعين عشان تسدى وداني بالرباط تمام. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ليصلك كل جديد. وقول لنا عاوز تسمع فيديو ايه او تشوف تحدي ايه واحنا هننفذ على الفور. اخواتنا وحبايبنا لايك وشير وكومنت تعليقك يحفزنا. بدأنا ولا لسه؟ ايوه اهو. خدي بالك والماس. انا لما لو اتظلمت هنظلمك فين؟ الفيديو شغال. بابا انا معاك. الفيديو شغال. الناس تحكم. يلا ماشي. يلا بابا. يلا نزل الشباك تحت. خد وقتك اشرب كله. خد وقتك. ده شكله هياكل الخوف. ده عملوا لي ميكس. والله ابدا. لا ده حاجه ما ينفعش اصلا في التحدي. لا هو دي. لا يا ماما. لا يا ماما. طب وربنا انا تهت. هو طعمه حلو من حلاوه الطعم خلص من غير ما ببرد. لا يلا بس انت مالكيش دعوه. مفيش شويه تاني تبع اجرب. لا حلو كده عشان الله طعمه. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. طب حد يمسكني انا ايدي اهي. ايدي عايز امسكك ايه؟ امال خلاص شربت. اه امال ايه؟ طب الطعم اللي انت شربته ده ايه؟ مش هتبتدي؟ مش لما نقول وربنا توت. منه العصير حلو يا جماعه. عايزه الاولاني الاول. انا توت. ما تحطش في مكاني. مدينك شفطه. ماشي يا عم. انت الطعم اللي انت شربته ده ايه؟ الطعم اللي انا شربته ده؟ كوكتيل. ايه؟ كوكتيل. كايه؟ كوكتيل. لا غلط. ده اول مره على فكره. دي اول نقطه. لا هطلعكوا بره. مش هو انت بتعرفي هطلعكوا بره. مش هطلعكوا والله بره. شايفنا احنا شايفين. هطلعكوا بره. دول اللي عاوزين يوقعوا الشر على الناس. لا مش هينفع كده. بتخم والله بقول لك خم. ماليش دعوه. ماليش دعوه. اوعى اوعى اسمع انشر مراتك حدك. مش وراهم عشان كده هيغربوا. وده ما ينفعش في البيت. رحمكم الله. خدوا حبيبنا لايك وشير وسبسكرايب ودوس على الجرس ورين الجرس ورين الجرس. مريم بقى لها كتير ما بتنزلش معانا تحديات. بس على مين؟ كان عندها بطوله يعني بتجهز للبطوله يا مريم. التوفيق عندها توفيق. يلا يلا بسم الله. بسم الله وربنا وربنا لو ما اغلب والله ابدا يا ماما. طعمه احلى في الاخر. ايه
سمي سمي يلا. الشفاطه مش جايه مظبوط. حاجات حلوه يا غايب كده ليه؟ طب هو اشربه كله، اشرب الشاي كله. جا مجالب على نفسي. اشرب بعد كده تقول لي ايه هو؟ تحس اللي فيه نعناع. مفيش نعناع. ده دي كوبايه ودي كوبايه، يعني انا عندي كوبايه ودي كوبايه. ولا انا دخل منين؟ عارف اكتر حاجه بتضايقني؟ ان من حلاوته بان هو ايه؟ ها؟ هو حلو؟ للدرجة؟ ايه يا ابني؟ المشكلة بيدوني، المشكلة بيدوني نوجة، بيدوني نوجة حد يقول لي أنا بشرب إيه؟ كده كده، لا الناحية دي يا بنتي خلاص بس وخلص تمام خلاص يا بابا خلاص يا حبيبي تجادوك ورب ده بيبل ريجا إيه هو؟ ايه هو ايه؟ ايه الطعم ده؟ بلبن. لبن ايه بايه؟ بالموز. شو صح؟ او نقطة؟ ده بالموز والله صح كده ليك نقطة؟ نقطة صحوة. ولو ربنا كنت خايف اقول اللي بعده اللي بعده يلا انا مش عاوز حاجة صعبة. ما تخافش من حاجة صعبة. اخواتنا وحبايبنا لايك وشير وكومنت وقول لنا عاوز فيديوهات ايه؟ اي حاجة انت بتحبها تقولنا تجرفنا بقى في رمضان. بس وانتي ايه انا مش بحب كده. تجرفي حلو ليه؟ احنا عايزين نخسر. ده ابوكي. عشان ياكل وبيه. خلاص روحي من فريق امي. فريق بابا. بابا حبيبي. انا زي ما هو حبيبتي. مكتر لك الشوية دي. هو ايه ده؟ احنا انت اللي المفروض تقول هو ايه ده؟ احنا مالنا احنا. اصل لا دي هو معمول فينا ولا فيك؟ يلا دودو تعالي هنا. يعني تعالي. انا عاوز اعرف بس. هو انتوا بتجربوا دودو تعال هنا وربنا لو فيها تعالي طب عندي تعالي لو فيها كوب سخيف دودة مش هيتقرب على فكره كل اللي بتشوف حاجات حلوه على فكره يا بقى وربنا صادق اللي هو حلو وربنا بس عشان انا متعود اكل حاجات بس دي ده لكن ببقى ما انا من النوع اللي ما بحبش العصير يا جماعه ولا انا على فكره انا من النوع اللي انا بستلذ باي حاجه انا بحب العصير صحيحه بحب العصير الطبيعي لا بحب العصير بحب العصير الطبيعي الليمون بالنعناع بس بحب النعناع النعناع بحب اللي بالنعناع خلص اي والله خلص بس يا لود ايه هو ده ثانية ذهب عشان بابا معسل ايه هو اصبري يا لود مانجا لا غلط من جوه خلاص هي كده غلط واقفه بسكينه غلط غلط هي من مره واحده ما انت هتعمل معايا كده هعمل معاك كده ايوه بس ده قاعد محيره محيره الدنيا حد يقول لي امسك ضد عشان الناس تقول لنا لايك وشير نسمعوا الكلام عشان بابا شكله ايه هيلبس اكتر من كده لبس استنى كده هتخبط مرتين مرتين يلا ايوه ايوه ايه الدلع ده؟ انتوا راضيين عني ايوه ما احنا لينا غيرك يا باشا يلا بسرعه هيعرف فني على طول هيعرف يبقى 2-1 2-2 ثواني بسرعه بسرعه ايه اسمها ايه؟ انت قلت لها والله ابدا مفيش ممنوع من التحدي ممنوع من التحدي على بعض لا ممنوع دي حاجة تطمنك يعني ممنوع طبعا دي مش الجوافه لا مش الجوافه انت ايه دي؟ دي منت شوف انا قلت لك هعرفها هعرفها يبقى 2-2 ايه؟ 2-2 اتنين عرفتهم اتنين لا فاضل لك فاضل لك بس ب2-2 التعادل ثواني يا دودة ثواني اكيد الطعم ده برضه هيعمل على فكره ممكن الله اعلم حبيبة على فكرة اللي بيكذب بنروح النار انت مش عارفه؟ وربنا اللي هيوضعني في شر عمالي مفيش مانجا خد انا ما بجلج من كلمة خد دي ماشي وربنا بجيت بجلج اشرب براحتك يا بابي بس يا دود طعم ده انا شربته اه لا اللي شربته قبل كده مش هيتكرر ايه؟ مش هيتكرر وده سيب يعني؟ لا اله الا الله بس يا دودو ناحيتك
حط الشفاطه تحت كده خلاص. المشكله اللي بتاعتي طعمه حلو. ايه هو؟ هو لبن. ايه هو بايه؟ لبن بايه؟ سرعه يعني سرعه يلا عشان عندنا ناس هنا صعب سرعه بال يلا ديب الفراوله صح. يبقى 3 2 اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد 2 3 هو كده يعتبر ما تصير خالص. 3 على العقبين يعني انا خسرت في خلاص شبك اللي على عينيك خلاص ماشي بعد. البتاع علمت على وشي وتعلم على ما ربطها جمطها جمطه كده ده سد ودني معاه لما خلينا اتعلمي اخواتي وحبايبي ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليق يلا تعالي بقى عشان البسها. ده دوري؟ اه هي ده انت ده انت هتشوفي المره الطاقه بس خد بقى دهب بقى يا جماعه خدوا بالكم من دهب. بصوا صح دهب صح دهب ممكن تزعل على مامتها وتفكر مثل كده بس احنا بنا احنا بنا احنا بنا بنختار ماما يا ده بنختار. لا انت كده تشوفت. استنى بس استنى اشوفك. اه استنى اروح اقول لك انا البطلاره البطلاره على فكره والله ما شفتها يعني امي ان هي مش بتحب العصاير بس هي عارفه اطعمتها مش برضه لا ممكن ما اعرفش اطعمتها. طب بس مش بالجامد بس خلاص مش شايف مش شايفه والله مش شايفه يا عم خلاص هات اسمك خلص دي هي كانت بتعمل ايه؟ ما فيش طعمين مع بعض. ماشي احنا في الطعمين مع بعض. ضيف كوبايه وضيف كوبايه. ايوه العصير عشان يبقى ده دوت الثاني ماشي؟ ماشي يعني انت ايوه ايوه بس بتحط لي النقطتين دول خدوا بالكم بس عشان تكونوا ماشي وما انا عايزه شويه لاني ما بحبوش ما تكترش اصلا عشان قدام الناس. انا والله ما بحب البست. انت طب بس تكذب هو ده بس طب العصاير انا بحبها بجد بجد ده عصير بيتي اشربي ما بنجيبوش انت بتحبي. طب اوعى تسيبه. اه اه هنشتغل الحشة السم الشمة السبعة خلص يا ابله فضيل فاطمه لايك وشير وسبسكرايب لسه موز باللبن وفعل زر الحج الحج موز باللبن تدوس باللبن؟ باللبن لا انا بحب اللي باللبن جرده جرده سجل واحد اصبري بقى ما انت تخفنين ثانية دي عشان هما ايه كده متفقين على التلاتة يلا بسرعة حبيبي يا توت دي بتاعت العصير؟ اه اصبري بقى ما تلوخ ما تلوخ يا لهوي اصبري خلينا نحضر بقى التحضير يا ما فيش الاثنين على بعض لا اعرفهم برضه لا استنى اعرفهم على فكره مش هينفع الفيديو شغال وربنا الفيديو شغال وربنا وربنا ما في ميكس ثواني يا دودة خدوا حبايبي لايك وشير وسبسكرايب مانجا ليه؟ مانجا وربنا انت بتخوف وربنا بتخم قلت لك على الطعمه دي ازاي انا عمو. طب بص بقى بص استنى روح اغسل الكوبايه دي لا والله عادي لو حتى غسلته بسرعه بسرعه عادي 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 هو عادي عشان عادي نقوله بس بنلوشه ثواني يا دودو عشان نقوله بنلوشه تعالي احنا خدي ده حاضر ده بيتي يلا يا بابا انا اخاف منك بعد كده بس استحملوا بقى انت واللي بتصلي انت بتحط انت بقول لك ساعه انا مش عايزه كتير اصل انا ما بعرفش اجيز بنقص انا مش عايزه كتير هو ابويا مش راقص اصلا ده عصير من شركه معتمده اخوات وحبايبي لايك وشير وسبسكرايب وتسقيفه تسقيفه يلا اخوات وحبايبي على كل المنصات الجميله كابوريا يا مصر اللي جاي خير عشان الناس يا وافه يا كابوريا يا مصر استغفر الله العظيم انا قلت لك ما تحطلهاش ده انت ما كنتيش نزلتي معايا التحدي انسى انت اللي بقى طب والله يا مريم لو حي بره انت مش هلعب ماشي ده يا اسطى بس حلو بره التحدي كله في قلب التحدي وما فيش حاجه مش ما فيش ما فيش على بعضها جروبات اه يا وافه وحطيتوا عليها ميه يا جماعه عملت عليها نفسي على فكره وربنا لا
وربطها. طب استنى استنى. طب ماشي يا ريس اصبر. طب خلاص. لا لا يا بابا. لا استنى استنى. لا لا مش هتتحسب استنى. اوعي استنى انا هدوقه تاني انا ما دوقتش كويس. خليها بابا تدوق ما تشوف اخر. لا بس هو الجواب هو الجواب. بس. جواب. انا ناس. لا 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 عندها غلطة. لا 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 على فكرة دماغ لما لو كنت بتعمله فيا انا ناس ده. ده انا ناس بعد من تاني مرة. لا مش من تاني مرة. ما عملتنيش. طب ليه خش. لا مش معمول. فاضل لي كام طعم؟ هو واحد. طب يلا وعرفت من قبلها يعني. يلا خلص. اخواته حبايبي لا يكوشير وشوفوا ام مصطفى بتعمل ايه. اللي جاي خير عشان النية خير. انت بتصلحها يا ده بالفراولة باللبن. واصلا طاطا بيقول لي فراولة بالموز عشان تبقى انت عارفاها. دي فراولة باللبن. دي باللبن. فراولة باللبن. دي بيقول لي بالموز عايز يخطر. طب احنا هنمشيها فراولة باللبن. هي فراولة باللبن. لا لا ماما كده لا فراولة باللبن. ما هي فراولة باللبن. طيب هو طاطا اللي بيقول لي موز باللبن. بس ما حطيتش لما كان الموز اللي كان احنا مع ماشي. كده خلاص صح؟ الحمد لله على الحب على الحب. استحمل اللي هيجروا لك. تعالى اوعي يا بابا. قربي بصلي. تعالي انت هتقول ايه؟ تعالي عديني. يلا انت قومي بقى. يلا يا باشا لف يا بابا. لف يا بسم الله. ماما وين؟ اخواتي وحبايبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ده يا سلام كل جديد بيكم بنعلى. بس استنى امير كابوريا بص انا عارفه روحي اغسلي ايديك. كوبايتين متعال اغسليهم. روح يا ماما. ما انت يا دي برضو على فكره جلده. هي تعملي اللي تعمليه بس لو ما فلتش. تربيتي لو ما فلتش. شفتي رامي شمامينك كده اللبن مع الاناناس. خليناكي قلتي جوافه بالمجوده ميه. قلتي جوافه. طب انت لا بس تعالي كده غلط. احنا ما غشيناش. مش معمول حسابك في التعليم. خليناكي شميتي حاجه. ماشي يقعد مستمتع. هيعمل يعني. ماشي. مصطفى لسه صغير. هيعرف. خلاص هو مصطفى ما هو احنا الاربعه 44. عادي. 2 بلس 2. لا يا ميه. عشان انا قلت لك وجيتك امال عشان تعرف الرابطه. ده انا كده مش جامدها. انت حنطتني هنا. سمي الله. بسم الله. بس يا دكتور. لا استنى يا شيخ. انت معاكي مين ده؟ اعمل لك الحد لايك وشير وسبسكرايب ليصلك كل جديد. اخواتنا وحبايبنا كل الناس اللي متابعينا يا باشا على يوميات محمد كابوري. الجديد خير. انا ناسه بخيجه. دي عارفاهم. انا حافظهم. ادي اول واحد. معلش فيهم شويه عشان ايه يعني شفت. اللي جاي خير عشان النيه خير. احلى مسا برضه حبيبي. صاحبي وحبيبي وبرفاء. خدتها منك المرات. اللي جاي خير عشان النيه خير. لو انت على هوايا كنت نزلت التحدي معايا. اتفضل. يلا كده بقى. حبيبي ابو ابن ابويا وامي نص بالله. كمليه كمليه. انت الوحيد اللي مش عارف. استنى انا مش لا ما انا مش هشيل الليله لوحدي. احنا هنعيط؟ مش هشيل الليله. هو احنا هنعيط؟ لا ما فيهاش هشيل. هنعيط؟ ده انا صرف الكلام حتى ده المنتج ما فيهاش عياط. انتاج ما بيحدش بيتكلم. هي ما فيهاش عياط. ما فيش عياط. بس مين قال لك انا عيط؟ ايوه ما انت تلامسه. تاخد العكب لوحدك. تلميذ وقال للقلم اكتب كمان واستاذ. ايوه تعرفه تعرفه. كتب القلم كلام بكتاب بكلام كتاب. استنى بس خليهم يسمعوا مريم هتقول ايه. استنى فجر. طعمه حلو صح؟ هو طعمه حلو. بس هل هو ايه؟ فراولة بالله. جدا ناس حافظة. هي هم حافظينه اساسا. حافظة. فاضل ليها اثنين. طب انت اللي هتشيل الليلة لوحدك.
شكلك يا اما معاك بس دي حظهم اكتر مننا كلنا على فكره انا حافظه حبيبي انا بجرى اللي حاجه انت هتزعلي لما بلغت العقاب لو وحش اخواتي هو ليه عقاب كومنتاتكم اه عايزين نوصل الفيديو ده لاعلى نسبه مشاهده بيكم بنكبر بيكم بنعمل تحدي تذوق الاطعمه ودي اشتغل يا عم بقى خلينا نستعمل باباها مانجا يا بابال مين؟ مانجا ما شاء الله الله طعم واحد هتكسبه اصلا خلاص يا رب الفلق يا رب بس تكسب البطوله يا رب تختم طشه ان شاء الله بمشيئة الله بس مش ورا بعض يعني هما ثلاث ايام اخواتنا وحبايبنا شير وتكبير شير ولايك وكومنت واستنونا فيديوهات تانية جديدة حصري باللون المصري خلص حلوة السحبة دي خلص خلاص لا ده انت عاوزة بقرة بقى عاوزة بقرة يلا يا ست جوافة خلص ايه جوافة ومع اني سبحان الله اصبري يا دودة اصبري قولي قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم لايك وشير فلتت قولوا لهم لايك وشير خش مكان هي 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 اوه ستالانا قولوا الحمد لله اوه ستالانا ستالانا استنى يا دودو ما تخميش والله ما شايفه شايفه لا انت اللي عملها لها وربنا ما شايفه انت اللي عملها زي ما ده ما اتعملتش ما يتعمل واحد براها عشان مناخير حبيبي براها لا لا ده حبيبي ماشي انا ناسي عندنا كسر مناخير معلش فتره حبيبنا ما حبيبي بس يا مكسر بس يلا عاوزه واحده سيئه لتحت بنزل سوق جمعه وربنا كله اسود مش شايفه يلا خلاص يلا يلا اول طعم ده انا كنت هقول نفس انت كنت هقول تعمل بس كنت هغلط اه هي طبعا حقتها بغيران عشان ايه مامتها بتشرب حبيب بس بقى انت مين بتعمل كده الله اكبر جوافه ده اول واحده حبيب كده كتير كده كتير وشكلك انت هتلبس لوحدك اللي هتعمل لوحدك هو اللي شال الديله شكلك كده يلا يا ماما بيهرب تعالى ما تفتحش الباب تعالى لا لا ده انا بجيب لحبيبي بجيب لده بالتوكه تعالى ما في هو مش مستدعمه كويس ملناش فيه فراولة باللبن انتي ده انتي ده انتي سوسة ده انتي سوسة حبيبة حبيبة ما شاء الله 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 بص لهم بص لهم التوكه بص المانجا قول لهم بص المانجا على التطعيمه قول لهم بص المانجا اعمل لهم كده لايك وشير وسبسكرايب ليصلك كل جديد اخواتنا وحبايبنا على منصتنا الجميله اليوتيوب رقم واحد باللي جاي خير مش بلبن يا كملي لا ما بحبوش عشان بتحبوش هي كده بدل لها واحد فين 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 اللي خلص لا على ناس انا ناس انا ناس مفيش واحد غلط مفيش واحد غلط كمليه بعد اذنك عشان نحط لك الطعم ده هو ده الاخر طعم اجي بابا انت شلت الليله خلاص هو مين شال الليل استنوا كده عشان ده انتوا هيبقوا اصلا اهو اها اها هو ايه؟ اها لا هو انا غيب ثاني ارجع لابس الدنيا مانجا ولبن وموز ولا لا لا هي مكان وكده اتفضينا من اللمه بتاعت اللايمه الكدابه وجينا للكلام اللي فيه ما يسرش عاد ولا حبيب العقاب اخواته وحبايبي لا هو العقاب عشان العقاب ده جايبين لي خل فكرني سلطه وبيضه وشطه وشطه
لسه ده لسه وعسير وحاجه هيبقى حلوه يعني هو حظي عشان عارف بحب الاناناس اللي انا ما عرفتوش اصلا هو حظي وما عرفش حاجه اصلا يلا يا ماما البسيه بقى لا لما اجهز البسيه وغمضيه لا ما اتفقناش على البسيه وغمضيه ايوه ايوه وبعد اختار العقاب وانت مغمض البس وغمض تاني ايوه يلا العب استنى هو ايه طيب تربيت واحد كده مسلم لكم وانتوا بقى واحد ايه اول عقاب بيضاء ده عند ايه بيضاء ولا حمرا خد يا توتا خد ارمي ارمي بس ادي البيضة وادي اللي سلقها لا عند امي حمرها فين امي تشوفني دلوقتي كده تعال وعليا التاج وربنا انت هتعملي ايه؟ استني انت هتعملي ايه؟ استنى هات لي يا ابني شوية وانا اشرب كل الده؟ هات لي خلاص كفايه عليه دول لا المفروض تحطيهم يعني فتوا يا هو يعني احنا عاملين لك اهو ايه دي؟ وادي الخل خل؟ نص كوبايه كده على الرايق انت جالك ما تعرفش مش قلت وكنت مجهز لي ومتفق عليا انت وبنتك؟ ده لو ربنا ما بقول لي ما بتقول لي لا تخلي معاك وانت جاي قلت يمكن للصلاه الصراحه انا نسيته هو انا فعلا خليته اياه جوه ايه هو مش عارف انا هعمل بيه ايه بقى تعرف كده وادي الخل هو حط شويه خل تاني لا فعلا كده عشان بابا حبيبي برضو وادي الحجاب انت والحظ دود اللي جاي خير اني الكوبايه عشان نبقى حبيبي عشان ايه ده الحجاب وربنا وحظك ده اللي بيتم كده يا توتا امسك عشان اجي هات يلا غمضيها خليها بص بقى يلا كفايه حطهم لي بقى كلهم الشطه ودي على نفسك ليه؟ حاجات بص ياه خد يا ابني خد خد شوف الحاجات دي عشان خدوا بقى البيضه خدوا يا حبايبي لايك وشير وسبسكرايب خليها له كده قولوا لهم حاجه حبيب قولوا لهم حاجه بابا يشرب بيضه مكسوره يلا يا بابا اللي جاي يعني حكايه البيضه المكسوره دي ربنا ما عملتها من ايام الجيش يعني من 15 20 سنه انت وحظك لسه انت عرفت انت هناخد ايه انت بتحكم على نفسك ليه تعالى لي بس كده ما انا غير وبصي ما تشد ما تقول مش للدرجه دي ماشي عشان ما يبقاش عقاب استني ما هو هيتلخبط وانت فاكره ايه واحده واحده بشويش بشويش هنخش كتير بالراحه بالراحه هتخسر يا بابا بس يا سيدي يلا اختار اول عقاب انت ليك اتنين اول عقاب ايوه هتختار اتنين ايوه هتختار اتنين وانا اللي هديك انت هتختار مد ايدك بس اختار اي كوبايه من دول انت بص ادي ايدك ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة عامل ايه بقى؟ اختار مش همسكها كده واشمها؟ لا امال ايه؟ هتختار تقولي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أربعة بنبدأ من الناحية وانت وحظك ما انت ما قلتيش ورا كم واحد دي فين وانا هقول لك في ايه ما انا مغميك ليه ما عشان ابقى عارف يلا يا بابا عشان صح. مش فاضي يلا يلا بس يلا انا بحب الارقام الفردية ايوه هات رقم اثنين حلال عليك الله ماشي وربنا احنا بنبدأ شيل البتاع لا اوعى على حسب واحد بنبدأ من هنا لا واحد من هنا اثنين اهو ده اليمين مريم كده يمين. كده انا فهمتك صح من يمين ده كده نديك حاجه صعبه طب الخل ولا الشطه؟ لا الخل خل لا 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 مروح بسرعة بسرعة عشان تنسى عشان تخلي يا ولاد هتشوفها تشرب بيض ولا شطة النبادي مكتر النبادي مكتر طب والله يبقى مكتر النبادي مكتر يعني عسيرة يلا هشرب العسير ده لسه هتغمض هتختار العقاب التاني وهيتلخبطوا يا ولد ليه؟ ده ميتة بتضحك عليك. ميا ميا بسرعة يا ولد ممنوع الميا يا نهار أبيض حد شافوني اسمع
ليمونة وبسلامي وبيطوح السلطة. عشان ما تتحدنيش تاني. خدوا حبايبي شيروا كومنت عشان ربنا بنتعب جدا عشان نقدم لكم الضحكة الجميلة دي. يا رب نعرف نقدم لكم. يا أمي يا بابا يلا معلش. يلا بابا. يلا عشان في عقاب تاني. أخميكي بقى أنا؟ لا أنا مالك. أنا ما خدتش ولا عقاب. أنا بتكرع بتكرع خل. اربطي يا حب الناس اللي عندها ذمه. لا مش كده يعني عيني 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 انا كده كده ما ما بقول بسدد يعني ماشي. يلا تختار واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ سؤال صعب. يلا فكر. الخل تعبني. دور على العصير عشان يبرد. افرضي بقى خدت البيضة. افرضي خدت البيضة. ولا شوية الشم. ازودها بقى لطيفة. انت وحظك. ما يمكن تاخد العصير. حد قالك ان انا بسحر امسك البتاعة دي اطلعها بيضة ولا حمامة. ده انا على الله حكايتي. يلا يا بابا. يلا بابا انت بتداديني. ما انا بشوف المصير اللي انا رايح له. انت واحد ولا اثنين ثلاثة بسرعة. انت وحظك. ايه ايه الامر اللي انا شايفه في الجملة دي؟ بسرعة. اعترف انك لا اتنين لا الشطة، الشطة والله نزلت. دقق دقق. مش الشطة يا بابا. والله كان عليك. انا اللي مرتب وقلبي عليك وقايل لك لا. لا. الفيديو هنا شغال وشايف. وربنا. في الفيديو هيشوف. وربنا انتوا بتخموا. والله يا ربنا الشطة. الشطة. هما كانوا عايزين يدوك البيضة. يا شيخة حرام عليكي قوليلي غلط. غزيت. يا بابا شفت بس تختار الشطه ولا البيضه؟ البيضه اختار العصير. خلي تعيد ما انت اشرب دي وبرد دي. وطعم المصريين بالصوت. خلي وشطه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا لو انا عندي المنوف مش يعملوا فيا كده. انت ما ينفعش اشرب دي. اشرب منهم شويه عادي مش لازم اشربهم كلهم عشان حرام برضه. لا كلهم العقاب لا كلهم ايوه العقاب وعقاب لا 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 ومفيش مصروف. لا خلاص بلاش 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 كلمه بتاع السمك اللي تعرف بسرعه وحطينا خشنة. برد 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 بدي برد بدي. لا خلاص كده. انا نفسي اشوف هو بيشرب البيض. كان يفضل يقول انا بشربه كده. بعمل كده. في نهاية الحلقة اقول لكم ايه؟ زي ما بنختم الحلقة بالصلاة والسلام على رسول الله نختم الصلاة والسلام على رسول الله. ما تنسوش لايك وشير وكومنتك الجميل ليصلك كل جديد. ودعمونا باللايكات. مش قادر تغمض عينيك. باي.